احنا معانا على التليفون بقى صديقي العزيز ناقدنا الرياضي الشهير احمد درويش من الكاميرون. اهلا بيك ابو حميد. يوسف اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك واهلا بكل متابعينك والف مبروك للشعب المصري. الف الف مبروك علينا جميعا. احمد قول لي بقى بعين الناقد الفاحص ومن قلب الحدث زي ما بيتقال، شفت الماتش ازاي وتوقعاتك ايه للماتش الجاي قدام المغرب؟ هو طبعا احنا عشنا اوقات عصيبه جدا جدا يا استاذ في قلب الملعب. كانت الظروف كلها تميل للمنتخب الاكوادوري، مكسب 3-1 على الجزائر، نتائج مش افضل نتائج المنتخب المصري في الدور التكتيكي، خساره من نيجيريا، فوز ضعيف على غينيا، فوز ضعيف على السودان. ما كانتش الاجواء المحيط افضل حاجه، اصابه الونش، عوده احمد فتوح مؤخرا، لكن عزيمه وروح ظهرت النهارده. كان في ده اعلى مباراه لمنتخب مصر في البطوله. كيروش لما وظف لعيبه منتخب مصر بالشكل الصحيح واستفاد من قدرات كل لعيب في مكانه ويقسم المباراه رغم الاصابات الاضطراريه اللي حدثت زي محمد الشناوي، لكن البديل كان في موعد. محمد ابو جبل لما نزل وشارك انقذ مرمى منتخب مصر من هدف محطم. كمان كان صاحب اللقطه الاهم والاشهر في المباراه، لقطه صد ضربه الجزاء، وانتقلنا الى دور الثمانيه ومواجهه المغرب ان شاء الله يوم الاحد الساعه 5. عايز اقول لك لا النهارده كان المنتخب على قلب رجل واحد. عايز اقول لك ان وقت ضربات الجزاء كيروش نفسه كان فيه ابتسامة ثقة حد يبعتها لعبته، واحنا شايفينه من قريب كده ما كانش مشدود. شفنا محمد صلاح وهو رايح لمحمد عبد المنعم واخده على جنبه وكلمه وبيشد ويرفع من روحه المعنويه، فهمنا ان محمد عبد المنعم الناشئ الصغير اللي عمل واحده من اعظم واجمل مبارياته هيكون له دور، رغم مثلا ان في لعيبه خبره لسه ما شاطتش زي محمد صلاح وقتها، زي احمد حجازي ما شاطش. لا النهارده المنتخب كان له شكل. المنتخب النهارده بدا يرجعنا لمنتخب مصر من فتره، كنا مفتقدين الشكل ده يا استاذ يوسف، الروح، العزيمه، حتى بعد المباراه لعيبه منتخب مصر ومحمد صلاح جم على الجماهير المصريه اللي تعبت جدا جدا وما بطلتش. وعلى فكره يا استاذ يوسف كان في مسانده رائعه من الجاليات العربيه، الجمهور الجزائري كان موجود، وجمهور تونسي كان موجود، وجمهور عربي كان موجود، وكمان الجمهور الكاميروني كان من اكثر الداعمين للمنتخب المصري. يعني النهارده احنا تعددنا من 300-400 مصري او عربي، لا كان في اكثر من 3-4000 كاميروني كانوا معانا، كانوا مشجعونا، كان بيهتفوا في الكوره لمحمد صلاح. لا في حاجه حلوه، بدا منتخب مصر في حاجه حلوه، احنا مستشعرين خير ان شاء الله. المنتخب المستوى بيزيد باذنك يا رب، باذنك يا رب نقدر نعدي عقبه المغرب زي ما عديناها في دور الثمانيه في بطوله الجابون 2017، نقدر نعدي ونوصل ان شاء الله للدور اللي بعد كده. يعني نقدر نقول كده انه الاماره بتاعت كيروش بدات تبان بركاته، يعني نقدر بعين الناقد يتكلم مذيع حريف كوره. انا عارف لا خالص يعني انا عارف ان انت كروي شاطر جدا. كيروش النهارده عجبني جدا في كمان التعامل النفسي مع لعيبته في اوقات عصيبه جدا، امتصاص رهبه ابو جبل وهنادي وقت ضربات الجزاء، بان خبرات السنين عند كيروش في المواقف. فنقدر ان شاء الله نجم الثمار باذنك يا رب. ماتش المغرب ده هيبقى نقله في مسيره كيروش مع منتخب مصر. لو عدينا مباراه المغرب ان شاء الله كيروش هيكتب له صفحه جديده في العلاقه مع الجماهير المصريه ومع الاعلام المصري كمان. حلو قوي. طب دور الجمهور وتشجيعه وحماسه ودعمه للمنتخب كان فارق قوي مع اللعيبه؟ معاك بقول لك كان فارق مع اللعيبه ده. انا عايز اقول لك يعني الشركه الوطنيه ثلاثة شركه برزنتيشن ال 300 واحد الموجودين فارقين ازاي مع منتخب مصر. حلو. لا حاجه تحصل للدوله وتحصل لمصر، ازاي واقفه مع منتخب مصر في وقت زي ده، وكمان الناس الموجوده اللي هي ناس الخير الشباب والبنات، ناس جايه فعلا تشجع، مفيش فرق بين صحفي، مفيش فرق بين دكتور، فئات مختلفه جدا جدا. انا عايز
عايز اقول لك ان انا بكلمك من بطني، عاوز دلوقتي الناس كلها سامعاك حقيقه يوسف سريع جدا، واحنا مكملين. بص احنا كل مشقه السفر وعناء السفر احنا بننساه وقت المصرف. يا بختكم يا بختكم يا ابو حميد، وباذن الله وشكم يطلع حلو وزي الفل باذن الله. يا رب خلينا انا الناحيه دي بقى، يعني انا اكلمكم كان انا حضرت بالظبط، ربنا يكرمك. تجينا في النهائي بقى، تجينا في النهائي باذن الله، ربنا ييسر الحال وباذن الله. يا رب يا رب يبقى ماتش جامد وحلو وبرده بالفوز امام المغرب باذن ربنا سبحانه وتعالى. انا بشكرك جدا 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 صديقي العزيز ناقدنا الرياضي الشهير احمد درويش من الكاميرون، والف مبروك علينا الماتش بتاع النهارده، وان شاء الله اللي جاي هيبقى 2-0 كمان لصالحنا، قولوا ان شاء الله.